بكم في قناتكم وقناة نيوز فالخبر. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اصدقائي في هذا الفيديو غادي تشوفوا مباراة النهائي التي جمعت بين المنتخب المغربي والمنتخب الكويتي للفوتسال. انتهت ب 7-1، مباراة اللي كانت في على ارض السعودية. المغاربة يتوجون بالكأس الثالثة على التوالي لكأس العرب. اصدقائي واحد الفيديو اللي هو جد رائع ويستحق المشاهده، خليكم تفرجوا في المباراه ونتلاقاو من بعد الفيديو. السلام عليكم. ينزل المنتخبين لارضيه الملعب، احتفاليه بسيطه بالاجواء في الليله الختاميه هنا في نهائي كأس العرب لكره القدم. تم الاعلان عن بدايه احداث شوط المباراه الاول في انطلاق القمه، في انطلاق النهائي في هذا التجمع العربي الكبير هنا في الليله الاخيره الصافره الان. تنطلق سليمان الشريف يحييكم واصفا ومعلقا كلمة الأولى لكن مرت إلى خارج أرض الملعب. يقود المنتخب الكويتي محاولة، السلام يا سلام يا سلام، لكن الخواري خلصها، بحث عن جواد يوسف. الله، هدف أول، لقطة أولى مع البداية. منتخب المغرب يسجل، عثمان بومسو يسجل الهدف الأول والضربة الأولى لمنتخب المغرب. 1-0 1-0. شوف الكرة، يوسف جواد قبل إلى بومسو وتسديده هوب على طول. إسماعيل مازال حطها باليسار، صعبة على فهد الخواري، وبالتالي 1-0 1-0 لمنتخب المغرب. إلى خواري، خواري فهد خلصها، عادت أمازال تسديدها إلى خارج أرض الملعب. السادسة، كرة محاولة إلى خارج أرض الملعب، هل لكن المنتخب الكويتي بويزان، حمزة بويزان إلى خالد تسديدها. و2005 النسختين اللي حققها المنتخب الرابعة، كان البطل منتخب ليبيا. عام 2007 من البطل؟ منتخب المغرب. من البطل؟ منتخب المغرب. محاولة السابع في بطولة كأس آسيا الأخيرة جديدة إلى خارج أرض الملعب على مستوى الخليج وعلى مستوى آسيا. محاولة منتخب المغرب، يا الله يا سلام يا سلام، تسديدة خواري يتألق. واحد من اللاعبين اللي يتواجد في أسبانيا خالد بوزيد، هذه تسديدة، لكن تسديدة، الله الله، سفيان شعراوي يسجل الثاني، سفيان شعراوي يسجل هدف ثاني لمنتخب المغرب. يا لها من تسديدة ويا لها من كرة صعبة وقوية. شوف سفيان هوب على طول، هوب على طول في الشباك، وبالتالي أصبحت النتيجة 2-0 لمنتخب المغرب. يا سلام على تسديدة وعلى كرة وعلى لقطة هوب على طول. الله على منتخب المغرب وفرحة الجمهور بهذا الهدف الثاني في مرور 5 دقائق من الشوط. محاولة لمسة عرضية، يا الله، لكن التغطية موجود، الكرة ما زالت تسديدة عند تجاوز المنتخب العراقي وبشباك نظيفة يا عبد الرحمن الطويل. تسديدة إلى خف مقابل لا شيء وبشباك نظيفة. يا بالكعب، لكن مرت يا اسماعيل، يا مازال مهاري في لمسة تسديدها بهذه الطريقة، لكن مرت. شوف التقدم، مر بين الأقدام، بين الأقدام مازال إلى إدريس. يا سلام يا سلام يا سلام، أوه. الله 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 الله، على نقلات، على دان يحضر. شوف اللقطة، لكن القائم يقف مع المسرعان ما تعود. محاولة العيان، أنس مر، أنس تقدم، صافرة وخطأ تأتي من محمد حسن وأنس العيان. أنس محاولة الكرة للمنتخب المغربي، لكن الخوار، لكن حارس عبد الرحمن سفيان بوريت خاطئة، خاطئة ستيجا. محاولة الكويتية ما زالت، لكن خطب الآن، يا سلام، ما تقدم. أهداف سجل 4. محاولة يوه، عبد الرحمن الطويل، يوسف جواد، لكن الفاضل خلى خالي 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 خالي، اوه اوه
هدف ثالث لمنتخب المغرب. يا سلام يا سلام يا سلام، يوسف جواد يسجل الضربة الثالثة والهدف الثالث. أصبحت صعبة النتيجة يا سيد يا ناظم. شوف الكرة، شوف الانطلاقة، المرمى خالي، هوب على طول، هوب على طول، حيث المرمى، حيث الهدف الثالث، حيث الفرحة، حيث الانتصار، ربما يكون لأبناء المغرب 3-0. لم يتلقى أي هدف في مرمى في ثلاث نهايات الماضية. تسديد إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. منتخب المغرب محاولة، انطلاقة انطلاقة انطلاقة، يا لكن خواري خلصها أول له في هذه المواجهة، لم يحضر حتى تسديدة. حمزة بويزان، حمزة، حمزة، يا السلام بالرأس، خروج بالسلامة إن شاء الله، سلامة، تدخل قوي، سلامة إن شاء الله. شوف الكرة، شوف اللقطة، تدخل، الكل كان يبحث عالي، لكن خروج بالكرة بشكل سلس. يا يا أنس، الله يا أنس، الله على انطلاقة، على محاولة، يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 على هدف وعلى انطلاقة وعلى تسديدة، الله على الجمال، على الإبداع، على الصورة، على المشهد، على هدف رابع، هدف رابع للمنتخب المغربي. يا الله على انطلاقة وعلى تسديدة وعلى كرة، وبالتالي منتخب المغرب يسجل الهدف الرابع. أصبحت النتيجة 4-0، أصبحت النتيجة 4-0 للمنتخب المغربي. يا لها من بداية في ألف خاطئة خاطئة خاطئة. خامس 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 خامس، أوه. أصبحت خمسة، أصبحت خمسة، الله الله الله، أسود الأطلس المنتخب المغربي يسجل 5 أهداف في شوط المباراة الأول، وفي آخر 3 دقائق 5 أهداف مقابل لا شيء لمنتخب المغرب. الله 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 الله، المنتخب اللي يقدم مستوى كبير وحضور فني عالي وقوي، وبالتالي شوف الكرة، شوف اللقطة، شوف التسديدة، المرمى خالي، المرمى خالي. سيد نبي أنس، لمسة في اليمين، محاولة، العيان العيان، أنس مر، تقدم، صافرة وخطأ، مهاري مهاري، إسماعيل، محاولة، التسديدة، مرور، الضغط، لكن استخلاص الكرة، صالح الفاضل، ضغط، استخلاص الكرة، يوسف جواد، الفاضل، يا السلام، محاولة، تسديدة، دفاعات متماسكة أيضا من المنتخب المغربي. في الخلف عبد الرحمن الطويل، منتخب الكويتي يصر، سيد ناظم، كرة، محاولة، بدر منصور، بدر إلى عبد الرحمن الطويل، عبد الرحمن الطويل، بلمسة، الفاضل الفاضل، عبد الرحمن الطويل، المرمى خالي. هذا التكتيك صعب جدا، صعب جدا أمام منتخب قوي، سريع جدا في التحولات المنتخب المغربي، سريع جدا في التحولات الهجومية، لمسة لمستين المنتخب المغربي يصل المرمى، لمسة، 3 لمسات المنتخب المغربي يسجل. وبالتالي هذه التشكيلة وهذا الوضع صعب جدا، لابد أن يكون الخواري حاضر في المرمى لكي تحافظ على الشباك. يوسف جواد، خلاص، صافرة الآن لإعلان نهاية أحداث شوط متواجدة في هذه البطولة في هذه النهاية. تسديدة، لكن التغطية من دفاعات المنتخب الكويتي. هشام اللادك بأسماء الشابة ممتازة، واجهوا شوط أول صعب، يكون المدرب الأوفر، يا تقدم، مرور، تسديدة، لكن الخواري خلصها، يا سلام، يوسف، انطلاقة، محاولة، تسديدة، تسديدة قوية، لكن في مرمى المنتخب الكويتي، كرة مغربية في اليمين، محاولة، مرور، تقدم، خالد، عرضية، الله 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 الله، هدف سادس، 6 للمنتخب المغربي، 6 للمنتخب المغربي. أصبحت النتيجة 6 أهداف
صعبة قاسية مؤلمة مجحفة على منتخب الكويت في أحداث هذه المواجهة النهائية. شوف الكرة، شوف العرضية بالشباك، في الشباك حطها بالخطأ، حطها بالخطأ عمر المنصور بنظرات محافظ. إلغاء الهدف في السادس للمنتخب المغربي. تابع الحكم الآن يحتسب لا شيء، لا شيء، إذن لا يحتسب الهدف لكن خطأ هنا على وجه اللاعب، لكن عند الحارس، عند الحارس يتقدم، يتقدم الخياري، الله على تسديده، لكن أيضا كبير جدا سيد ناظم تسديده، لكن مرت. استطاع سيد ناظم أن يهز شباك المغرب عندما كان مدرب لمنتخب الكويت، عندما كنت عندهم الصالات. محاولة خالد بوزيه تسديده في الصالة الخضراء بجانب ملعب الأمير عبدالله الفيصل، حاول حتى الحارس سجل، حتى الحارس سجل، الله 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 الله، رضا الخياري يسجل الهدف السادس للمنتخب المغربي. أصبحت النتيجة 6 أهداف بهذه الطريقة، بهذه اللقطة صعبة صعبة يا عبد الرحمن يا طويل. وبالتالي المنتخب المغربي يسجل عن طريق حارس المرمى رضا الخياري 6 أهداف مقابل النهائي، واجه منتخب مصر عندما كان مدرب لمنتخب العراق، أيضا انتصر 3-0. محاولة أصبحت 7-7 للمنتخب المغربي، الهدف السابع لمنتخب المغرب 7 يسجل إدريس رايس، إدريس رايس يسجل الهدف السابع، أصبحت النتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء للمنتخب المغربي، 7 مقابل لا شيء لمنتخب المغرب، قوية جدا وقاسية على المنتخب الكويت. خياري يرسل كرة، ما زال كرة، محاولة مغربية مرت، كادر يسجل كأكثر منتخبات، هدف أول لمنتخب الكويت. عبد الرحمن الطويل يسجل الهدف الأول للأزرق الكويتي عن طريق عبد الرحمن الطويل، لا يسمح المنتخب الكويتي على أن لا تهتز شباك المنتخب المغربي في هذا النهائي، المغربي في الفوتسال في المباريات المجية والكؤوس المجية، للمزيد من الظفر بكؤوس العرب وكؤوس العالمية وكؤوس إفريقية. أصدقائي، لنا نقول لكم نتلقوا فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.